تحتدم المعارك بين القطاعات العراقية وعناصر تنظيم داعش في غالبية محاور القتال في الموصل، في وقت أعادت فيه القطاعات العمل العسكري في المحور الشمالي للمدينة بعد توقف دام لأكثر من 20 يوما. قائد عمليات قادمون يانين والفريق عبد الأمير يار الله قال إن القوات الأمنية حررت قرى قرتبة وكوري وغريبان وأبو جربوعة ضمن المحور الشمالي للموصل ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها، مؤكدا تكبيد داعش خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات. أما في المحور الشرقي تواصل قوات مكافحة الإرهاب خوض اشتباكات عنيفة مع التنظيم، كما تقوم بعمليات تطهير للمناطق التي سيطرت عليها في وقت سابق، وأن القوات اقتحمت قرى الشهداء والتأميم والنور. وأشار القائد العسكري إلى أن القطاعات تتقدم ببطء في تلك الأحياء وتواجه هجمات انتحارية من قبل التنظيم. وفي المحور الجنوبي الغربي ذكر يار الله أن قطاعات الشرطة الاتحادية تقوم بعمليات تطهير المناطق التي سبق أن سيطرت عليها، لافتا إلى أن القطاعات متوقفة عن التقدم ومكتفية بعمليات التطهير فقط.